واللي يخلي زوجة واحد من الاخوات تقطع. قلت له ليه وانتوا عازميني عشان اخدم عليكم؟ ايه المذبحه الاسريه في نهار رمضان دي؟ اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حنفي، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريم، لكن بنقدم النصيحه، بنقدم العظه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. الاخ هو عمود من الأعمدة اللي الإنسان بيعتمد عليها أو بيستند عليها في أي مصيب أو في حتى في الفرح. أول واحد بيقول لأخوه تعال هجوز بنتي، تعال أنا وقع في مشكلة، تعال أنا بتخانق، تعال أنا في مصيبة، تعال أنا هطلق مراتي، تعال أقعد في قعدة. الأخ ده هو الدراع اليمين والشمال لأي حد، بالذات الإخوات مع بعضهم. فبالك لما يكونوا ثلاث إخوات والثلاثة كبار والتلاتة متجوزين وكل واحد متجوز وعنده بدل العيل واحد واثنين، يعني نقدر نقول التلات اخوات عزوة، عزوة كل واحد منهم عمل اسرة. طب ايه اللي يخلي الاخ يقتل اخواته؟ وايه اللي يخلي زوجة واحد من الاخوات تقطع في اخوات جوزها؟ ايه اللي حصل؟ وازاي التلاتة قاعدين وسايبين واحدة ست تقطع فيهم؟ نعرف التفاصيل بس بعد ما ادعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت اذاعة الحال. قضية هزت محافظة المنوفية مركز اشموع. تلات اخوات شباب، التلاتة متجوزين والتلاتة مخلفين وعايشين كل واحد حياة مستقلة. في نهار رمضان الشهر الكريم، الشهر الفضيل، الشهر العظيم، الناس اللي متخاصمة بيصالحوا، الناس اللي بينهم هجر بيقربوا، صلة الرحم اللي الرسول عليه الصلاة والسلام وصلنا بيها والقرآن وصلنا بيه، صلة الرحم اللي احنا دلوقتي بنقول أقارب عقارب، ربنا والرسول يقول صلوا الرحم واحنا نقول الأقارب عقارب، والأخ فخ والعم غم. ايه يا جماعة، واحنا بنعمل بالضد كل حاجة وصلنا بيها ديننا؟ التلات اخوات في نهار رمضان واحنا عارفين السلايف، ومعرفش السلايف فعلا، مركب السلايف تغرق اكتر من مركبة الضراير. يعني الدرة الست لما جوزها بيتجوز عليها بيجيب لها حاجة اسمها درة، درة ليه؟ لانها ضرتها. تخيلوا الزوجة والدرة دول بتكون علاقتهم ببعضهم احسن من علاقة السلايف. السلايف اللي هم ايه؟ الاخ هنا والاخ هنا، ده يتجوز وده يتجوز، الاخين الست الزوجة اللي هنا والزوجة اللي هنا اسمهم سلايف. سلفتها دي تقول على دي سلفتها ودي تقول على دي سلفتها. السلايف بقى بيكونوا اشد مراره من الزوجه وضرتها، ومتفهمش ليه. ما انت متجوزه وانت متجوزه والاثنين اخوات، انت ايه اللي ضرك؟ يقول لك مركب السلايف تغرق. سبحان الله، يعني الضراير ما بيؤذوش بعض زي السلايف، ما تفهمش. فالتلات رجاله في نهار رمضان قاعدين علشان اخوهم الكبير عايزينهم للافطار، بيفطروا مع بعضيهم. السلايف كل واحدة ايه، شو طبيعي، انا رايح كل اخ واخد مراته رايح يفطر عند اخوه، اخوهم الكبير مجمعهم هما التلاتة، او هو الكبير والاتنين التانيين، شو طبيعي ان في المطبخ الستات مع بعضيهم. ما هو مش معقول يبقى مثلا انا عازم اخواتي والستات قاعدة والرجالة قاعدة وانا ومراتي اللي بيخدم عليهم، شو طبيعي منطقيا كده الستات بيجوا داخلين المطبخ مع مرات مع سلفتهم بيساعدوها في تجهيز السفرة. فيهم واحدة بقى قاعدة حاطة رجل على رجل ومش عايزة تقوم تساعد. فواحد منهم قال لها يا ستي ما تسيبينا احنا مع اخواتي وتدخل انت مع الجماعة في المطبخ جوه. قالت لهم ليه؟ وانتوا عازميننا عشان اخدم عليكم؟ سبحان الله. ده احنا عندنا في الامثال يقول لك ايه؟ خادم القوم سيدهم. خادم القوم سيدهم. يعني انت جاية ضيفة صحيح، بس ذوقيا وادبيا تدخلي تساعدي في تجهيز السفره. الرجاله قاعده مع بعضيهم، انت هتقعدي مع الرجاله ليه؟ تاني حاجه مرات الاخ الثانيه في المطبخ، اشمعنى انت اللي قاعده؟ فجوزها قال له انت ما تكلمش مراتي كده. قال له في ايه يا جماعه؟ ما هم الستات جوه هم بيساعدوا، في ايه المشكله لما مراتك تكون معاهم؟ قال لا مراتي مش خدام، انت عازمنا عشان نيجي نخدمك. تخيلوا، هو طعن الفكره فيه. مراته لما بصت له يعني بتقول له انت مش راجل؟ ما تدافع عني، هو انت جايبني هنا عشان اخدم اخواتك؟
انت جايه ضيفه صحيح، بس ذوقيا تقومي تخدمي، تجهز السفره، تاخدي منهم الاطباق تحطيها على السفره، تاخدي منهم مثلا فطره رمضان ان كان بلح ولا شويه لبن ولا 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 شويه خروب حتى ولا عرق سوس ولا شويه شرب، حطيها على السفره. ايه المشكله؟ وزع الاطباق. طبعا الموضوع شد الاخوات مع بعضهم رغم انه ده عيب جدا، ده المدفع الافطار هيفطر هيضرب والدنيا دي انتوا اخوات. لكن للاسف الستات لما بيدخلوا بين الاخوات بيفسدوا العلاقه. يعني الست لما تقعد توشوش لجوزها في ودانه على اخوه، الاخين بيخسروا بعض، الاخين بيخسروا بعض بسبب ايه؟ بسبب الستات. تقعد تحرشه في ودنه وتقول له يلا اخوك عمل، يلا مرات اخوك عملت، ما هم مش شايفينك راجل، ما هم لو شايفينك راجل وبتدافع عني وهترد عني ما كانش عملوا معايا كده، انت اللي ضيعت كرامتي، انت اللي خليت مرات اخوك تعمل فيا كده، شوف هو بيعاملها ازاي وانت بتعاملها ازاي، ده اللي بيقول لمراته يا عوره بيلعبوا بها الكوره، انت لو خليتني هانم كان عاملوني زي البرنسيسه، شوف اخوك الكبير بيعمل ايه، شوف ابوك وامك بيعاملوها كيف وبيعاملوني انا كيف، انت اللي ضيعت كرامتي، انت اللي مش عامل لي قيمه، انت اللي مش مخلي راسي. يفضل تحرش في جوزها، يجي بعد كده اخوها يكلمه او يكلمها، يجي طالع فيه عشان عايز يقول لمراته ايه، شايفه ايه رايك، اه خدت لك حقك ولا لا، انت بتجوز راجل يا ابن الحلال. مش كده، الزوجه ممكن تغيرها، ممكن تطلعها وتتجوز غيرها، لكن اخوك هتجيبه منين؟ إيه؟ اخوك هتلاقيه جنبك، لكن زوجتك في ثانيه تبيعك، في ثانيه ما تلاقيهاش. لكن اخوك مهما تعمل فيه في وقت الازمه هتلقاه، حتى لو ما الاخ لما يقطع اخوه وبينهم ما يصنع الحداد، لكن يوم ما يقع تلاقي اول واحد يجي يقف جنبك، يوم ما تتعب في المستشفى تلاقي اول واحد جنبك، يوم ما تلقى فيه فلوس عايز يدفع وانت معكش تلقى اخوك اول واحد بيستلم فيه يجي يدفع، هو ده الاخ. للاسف شدوا مع بعضهم، راح الاخ اللي هو في المنتصف اللي هو يعني بين الاولاني والاخير مسك السكينه اللي هي مراته بتتخانق، وراح هو ومراته، تخيلوا مراته مسك السكينه كمان وقطعوا، موتوا واحده، موتوا مرات الاخ الكبير، موتوه، مسكوها ذبحوها موتوه، وعوروا الاخ الكبير طعنه نافذه في القلب في العنايه المركزه حالته خطره، وطعنوا الاخ الثاني وطعنوا مراته. ايه يا جماعه؟ ايه المذبحه الاسريه في نهار رمضان دي؟ مذبحه كامله عشان ايه؟ الراجل اللي قتل مرات اخوه واخوه هيموت، يعني اخوه النهارده بنسال عليه في المستشفى قالوا احتمال صعب جدا ان هو ممكن يبقى من الخبطه مقصره، للاسف طعنه السكينه جايه في الظهر واصله للقلب من قدام، تخيل نغزه في الظهر واصله للقلب، كانوا بيضرب بسنج ولا بسيف، ومين؟ الاخ ومراته. مراته لما كان هو قاعد يضرب في اخواته هي مسكت السكينه وخبطت مرات اخوه الكبير. ليه؟ تخيلوا الست يعني شو عشان تعرف السلايف تمسك السكينه، طب الاخوات بيتخانقوا مع بعض، انت بتجري على المطبخ تجيبي سكينه وتذبحي مرات سلفك ليه؟ او تذبحي مرات اخو جوزك ليه؟ ليه؟ بتذبحيها ليه في المطبخ؟ ده هي واقفه في المطبخ مالهاش دعوه، ده حتى انتوا صوتكم عالي في الخناق، هي واقفه في المطبخ مش دريانه بحاجه، تدخل عليها المطبخ تغزيها تموتيها ليه؟ نزلت ميته في الحال، وطلعت بعد كده لقت جوزها بيتخانق مع اخواته الاثنين ضربت معاه، ده مش ممكن تكون انسان، دي كانت اشد وطأة من جوزها، اكثر عنفا من جوزها. اما ما كناش في رمضان كنا عملنا ايه لما في الشهر الفضيل ده وقتلت واحده وفي اتنين شباب بيموتوا بيصارعوا الموت، كميه الاصابات والخدوش زي الدكتور ما قال في مستشفى هشمون العام، قال لك كميه الاصابات رهيبه وفي مناطق مختلفه من الجسم، وقال لك الخط ده حصل بعد الاقين ما وقعوا على الارض، عارف يعني ايه وقعوا على الارض؟ يعني نغزوهم وجعوا، ما اكتفوش ان هم بيسحن في دمهم على الارض، ده كملوا فيهم طعنات بين الزوج وزوجته، بدليل الطب الشرعي قال لك لا يمكن يكونوا واحد بس اللي عمل كده، ده اكتر من واحد، ما هو الراجل ومراته، واعترف اعترافات تفصيليه، وهي لا تاني اللي دخلت على مرات اخو جوزي وقتلته، وهو قال انا كنت بدافع عن مراتي. تخيلوا واحده تموت واثنين اخوات بين الحياه والموت، كل ده فين؟ في نهار رمضان وهم مستعدين للفطار، عشان ايه؟ عشان واحده حاطه رجل على رجل ومش عايزه تقوم تساعد في تجهيز السفره، ولما صاحب البيت الاخ الكبير بيقول لها ما تقومي مع الستات تساعديهم، قالت له انا جاي اخدمك، هو انا جاي خدامه عندكم؟
سبحان الله. يا جماعة يا جماعة، رمضان ده مفيش حاجة اسمها جاي ياخده ومش مغل، ده عزومة وصلة رحمه وشيء جميل جدا. طبعا اعترافات تفصيلية في النيابة، مثلوا الجريمة واخدوا حبس وهيطردوا على القضاء. لكن احنا بنقول يا جماعة العلاقة بين الاخوات مش كده، والمفروض ان الرجالة ما يدخلوش الستات بينهم، الستات لو دخلت بين الرجالة هتخرب، لان للأسف كل واحدة عايزة تتسيد على التانية، وكل واحدة عايزة تبين ان كلمتها ماشية على جوزها. لكن نقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.